أهلا وسهلا بكم مرة تانية. ما زلنا في هذه التغطية الحية والمتواصلة لمتابعة أبرز التطورات في مصر. أولا بأول، تركيا ليست صوتا واحدا فيما يتعلق بالشأن المصري، فكما يخرج علينا رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بتصريحات من آن لآخر ينظر لها في مصر على أنها عدائية ضد إرادة الشعب المصري في 30 يونيو، هناك أيضا أصوات معارضة وترى أن هذه التصريحات تصريحات منحازة لجماعة الإخوان المسلمين وضد إرادة الشعب المصري. من هذه الأصوات السفير فاروق أوغلو نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أقدم الأحزاب التركية على الإطلاق اللي أنشأه مصطفى كمال أتاتورك سنة 1923 واللي بنستضيفه الآن من أنقرة عبر الأقمار الصناعية. أهلا وسهلا بيك سعادة السفير. Welcome, your excellency. أرحب أيضا بضيفي في الاستوديو الدكتور محمد عبد القادر خليل الخبير في الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا دكتور. طيب أعود لضيفي من أنقرة السفير فاروق أوغلو. بداية سعادة السفير، كيف تنظرون كمعارضة تركية لتصريحات رئيس الوزراء التركي فيما يتعلق بالشأن المصري؟ إذا كنت قد فهمت جيدا سؤالك، فإنني عما أعتقد إذا اتجاه أوغلو نحو الشعب المصري، فإجابتي هي إن حزب الشعب الجمهوري يرفض السياسة التي تنتهجها الحكومة التركية تجاه مصر، فإنها سياسة منحازة وأحادية الجانب. وعلى الجانب الآخر نعتقد أن تركيا يجب أن تتبنى الشعب، أن تحتضن الشعب المصري كله وليس فصيلا واحدا. ما يحدث في مصر هو شأن للشعب المصري فقط، ولا يجوز لأحد وخاصة البلدان المجاورة له الحق في التدخل في هذا الشأن المصري. وحزب الشعب التركي الذي أمثله يحترم الشعب المصري ولديه ثقة في الشعب المصري، ويعتقد بشدة أن الشعب المصري سوف يشق طريقة وسوف يجتاز القضية الحالية. وأما بالنسبة لأردوغان، فأعتقد أن تدخله في شؤون مصر لا يرضي أبدا الشعب المصري، وأننا نختلف تماما مع هذه السياسة. عظيم. طيب ماذا فعلتم كأحزاب معارضة تركية إزاء هذه التصريحات؟ هل توجهتم بالنصيحة للحكومة التركية مثلا؟ You have to repeat the question because I cannot hear it while the speaker, the Arabic speaker speaks. من فضلك أن تعيد السؤال لأنني لم أستطع الاستماع إليه بينما أنت تتكلم والمترجم يتكلم في وقت واحد. طيب ماذا فعلتم كأحزاب معارضة تركية إزاء هذه التصريحات الناقدة للوضع في مصر من قبل رئيس الحكومة التركية؟ I'm sorry, but I cannot hear the question. You have to repeat it once more, please. أعيد السؤال للمرة الثالثة سيد فاروق. ماذا فعلتم كأحزاب معارضة تركية إزاء هذه التصريحات من قبل أردوغان تجاه مصر؟ هل توجهتم بالنصيحة لرئيس الوزراء التركي مثلا؟ Yes, of course. نعم بالطبع.
recently. لقد زرت مصر واتصلنا بمصر واتصلنا بكل الأحزاب السياسية والتقيت بالوزير وزير الخارجية المصري نبيل فهمي والسفير المصري في أنقرة وتحدثنا كثيرا ووضعنا برنامجا شاملا واستمعنا لصوتهم ولتوقعاتهم إذا الشعب المصري ورفعنا ملاحظاتنا واستنتاجاتنا لرئيس الوزراء أردوغان وللوزارة الخارجية التركية وقلنا في تقريرنا وأيضا أرسلنا بيانات للصحافة وللجمهور وقلنا فيها إن تركيا ومصر بلدان مهمان في المنطقة. تركيا ومصر يجب أن تكون بينهما علاقات أفضل، والحالة الحالية من العلاقات بين مصر وتركيا ليست جيدة ويجب أن يتغير هذا الوضع. وكما قلت دع الشعب المصري يخلق ويضع ويعمل على بطريقته الخاصة للوصول إلى موقف يعد أكثر مشاركة في الحكم، وتصبح مصر مرة أخرى بلدا مستقرا ينعم بالأمان. هذه هي التوصيات التي رفعناها للحكومة، لا تتدخل، احترموا الشعب المصري، وإذا طلبت شيئا من مصر فعليكم أن تتقدموا بأفكار أو غيره أو تعرضوا المساعدة، ولكن فقط برضا وموافقة الشعب المصري. نعم. طيب، ألا يعني تعتبرون أن ميول أردوغان تجاه جماعة الإخوان المسلمين تتعارض مع المبادئ العلمانية التي قامت عليها الجمهورية التركية؟ هل أعيد السؤال مرة أخرى؟ طيب، فقدنا ربما الاتصال بالسيد فاروق أوغلو نائب رئيس حزب الشعب التركي. طبعا زي ما أنتم شايفين أنا بحاول وأنا أقول السؤال ببطء إلى حد ما وبوضوح علشان تصل الكلمات بمنتهى الدقة للسفير فاروق أوغلو. برحب بيك مرة تانية دكتور محمد عبد القادر خليل الخبير في الشؤون التركية بمركز الأهرام. الحقيقة إحنا عايزين نحلل يعني العلاقات المصرية التركية في ضوء التطور الأخير. التطور الأخير يتعلق ببيان من وزارة الخارجية التركية طالبت فيه بالإفراج عمن وصفتهم بالسجناء السياسيين بمن فيهم محمد مرسي، واعتبر هذا البيان أن ذلك سيسهم بشكل كبير من وجهة نظرهم في عملية المصالحة والحوار. في المقابل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع تشاوري لحزب العدالة والتنمية المعروف طبعا هو قريب من جماعة الإخوان المسلمين قال أنه إشارة رابعة التي يرفعها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي ليست رمزا للقضية العادلة للشعب المصري فقط، بل أصبحت علامة تندد بالظلم والاضطهاد في كافة أنحاء العالم. على أثر ده وزارة الخارجية المصرية استدعت السفير التركي لدى القاهرة حسين عوني بوسطالي للتعبير عن استياء. احنا عارفين انه حصل قبل فترة استدعاء للسفيرين، تركيا رجعت سفيرها الى القاهرة لكن مصر ما رجعتش السفير المصري الى اسطنبول. صحيح. يعني احنا رايحين لفين في العلاقات المصرية التركية؟ في الحقيقة في رأيي العلاقات المصرية التركية ستشهد خلال الفترة المقبلة حالة من التوتر والاضطراب، في رأيي انه سيزداد بسبب الإصرار التركي على اختصار مصر فقط في حركة الإخوان المسلمين، يعني لنتفهم ده جيدا لابد أن ندرك الدوافع الحقيقية وراء الموقف التركي الشاذ إقليميا بالنسبة لمختلف المواقف الإقليمية. سنجد أن تركيا بالأساس يرأسها حزب
منذ حوالي 12 سنة هو حزب العدالة والتنمية. قائد هذا الحزب هو الحزب إلى حد كبير مرتبط بالشخص، بمعنى أنه حزب أردوغان وليس حزب العدالة والتنمية. هذا الشخص تربى في كنف حركة اسمها الميلي جورش. هذه الحركة تأسست عام 1969. هذه الحركة هي الفرع الإخواني التركي من حركة الإخوان المسلمين. مهم أوي أن احنا ننظر للجذور في كل شيء. حتى بالزبط. قبل بداية الفقرة انت ذكرت لي أنه نشأة أردوغان في صحيح. حد ذاته لا علاقة بسلوكه الشخصي الآن. صحيح، أردوغان نشأ في حي اسمه قاسم باشا، وهذا الحي يطلق عليه في تركيا حي الفتوات، يعني أغلب الناس اللي بتنشأ في مثل هذه الأحياء في تركيا يكون عندها ما يطلق عليه العرق العثماني اللي هو المتشدد، ومن ثم هذا يبدو في تعبيرات الرجل التي يعني يجانبها الصواب في كثير من الأحيان، وتبدو متشددة وأبعد ما تكون عن لغة الدبلوماسية والاعتدال. ومن ثم في رأيي هناك مجموعة من المحددات الأساسية التي يمكن من خلالها فهم موقف تركيا، خصوصا أن تركيا حاولت أن تدعم حركة الإخوان المسلمين، وهذه معلومات مؤكدة حتى قبل ثورات الربيع العربي. تركيا لعبت دور الوسيط بين حركة الإخوان المسلمين ونظامين رئيسيين في المنطقة، هو النظام السوري والنظام المصري. ولكن فكرة الوساطة بقت بالفشل، لأن النظام المصري والنظام السوري وقت ذاك رفض المبادرة التركية واعتبرها تدخل في الشأن الداخلي المصري. وأنا أعتقد أن هذه النقطة كانت حوالي في 2007. والمتابع جيدا لتطور العلاقات المصرية التركية سيجد بعد عام 2007 حالة من الفتور النسبي، رغم توقيع مجموعة من الاتفاقيات التي تتعلق بتشكيل مجلس أعلى استراتيجي مشترك وبعض الاتفاقيات الاقتصادية المهمة، إلا أن كان هذا في الحقيقة بيخفي حالة من التوتر المكتوم، لأن كانت لدى القيادة المصرية في رأيي في هذه الأونة أن هناك هيدن أجندة لدى القيادة التركية الجديدة، وأنها تسعى إلى الترويج لبعض التيارات السياسية ذات الجذور الإسلامية، وهي ترى أن حركة الإخوان المسلمين هي امتداد طبيعي لها. ومن ثم هذا أثبت أن ليس فقط للإيرانيين مشروع في منطقة الشرق الأوسط، ولكن للأتراك أيضا مشروع في منطقة الشرق الأوسط، خصوصا أن في هذه الأونة البدايات مهمة جدا زي ما حضرتك أشرت عشان نفهم الموضوع جيدا. في هذه الأونة كان هناك تقديرات تشير إلى هجرة بعض قيادات حركة الإخوان المسلمين من دول أوروبا، خصوصا من بلجيكا ولندن، للإقامة في تركيا. في تركيا لو حتى كمان في قيادات إخوانية كثيرة في جمعيات رجال الأعمال المصرية التركية. صحيح. على حد علمي منهم حتى حسن مالك وأحمد مطر وغيرهم. صحيح. لكن أعتقد أنه يمكن الكلام بتاع حضرتك يخلينا نتشكك في مصداقية موقف أردوغان مما يسميه قمع الحريات في مصر، لأن صحيح. احنا شايفين طريقته في التعامل مع المعارضين في تركيا واللي بيتظاهروا ضده. صحيح. خليني أقول لك يعني النقطة دي مهمة جدا، بحقيقة على السؤال ده، لأن تركيا في الحقيقة لو مصر السجن فيها صحفي يعني، ودي حاجة من اللي بتخلي الواحد يعني دائما يشعر بالفخر ان هو صحفي، ان لو سجن في مصر صحفي ممكن مصر يعني كلها تنقلب. وهناك نقابة الصحفيين تدافع عن مختلف الصحفيين بمختلف انتماءاتهم. انا عايز اقولك ان تركيا التي تدافع عن الحريات والديمقراطية في مصر وفي الدول العربية هي واحدة من اكبر السجون في العالم للصحفيين. انا عايز اقولك ان هي واحدة من اكتر الدول التي تقمع فيها الحريات. تركيا في سجل حقوق الصحفيين تأتي بعد دولة مثل السودان، بعد إيران، بعد الصين. وهذه مجموعة من الصور التي في رأيي هي بعيدة تماما عن ذهن بعض المتابعين للشأن التركي. إنما إحنا يا ترى في إيدينا أوراق ضغط على الحكومة التركية يمكن أن نستخدمها لتغيير مواقفها؟ يا ترى إحنا الخسرانين ولا هم من وقف التعاون العسكري على سبيل المثال؟ وأبرز صورة من صوره المناورات العسكرية المشتركة اللي بدأت من 10 سنين تقريبا، هنناقش ده ولكن اسمح لي بعد الفاصل.